فكرة الرائدة انطلقت من محافظة الأحساء عام 1423 للهجرة، مسابقة للقرآن والسنة والخطابة تحمل اسم أمير الأحساء الراحل الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود. بعد عدة نجاحات حققتها المسابقة، صدرت الموافقة الرسمية عام 1432 للهجرة على إنشاء مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة. مؤسسة قبس القرآن والسنة والخطابة لها من اسمها نصيب، القرآن والسنة وكذلك الخطابة. وهذه المؤسسة مؤسسة ناشئة، رئيس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، ويشرف عليها الأمير عبد العزيز بن محمد بن جلوي يحفظهم الله جميعا. وهذه المؤسسة تقوم بجهد كبير على أنها بادئة وناشئة، إلا أنها تقدم جهد كبير في خدمة الخير والفضل من كتاب الله وسنة رسوله. فبفضل الله عز وجل هناك 2600 تقريبا دارس ودارسة في المؤسسة، استفاد من برنامج الخطابة أكثر من 9200 شخص. هناك بالنسبة للسنة أكثر من 3200 حديث تم حفظهم بفضل الله عز وجل. العام الماضي تم تكريم 52 حافظة، وعندنا إن شاء الله عدد جيد بإذن الله سيتم تكريمه قريبا بإذن الله عز وجل. بمشاركة 700 طالب وطالبة، قدمت المؤسسة 26 حلقة قرآنية عن بعد، وكذلك 7 برامج مختلفة خلال الشهر المنصرم. مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود قبس واحدة من المؤسسات التي تعنى بحافظة كتاب الله وسنة رسوله وتعليم الخطابة، وذلك من خلال حزمة من البرامج والمبادرات التي تقام طوال السنة. للإخبارية محمد عبد اللطيف، الأحساء.